حاجات بتحصل في حياتنا بتكون أفكار مغلوطة ومشوهة عن الجنس سواء عند الرجالة أو الستات. طب إيه هي أسباب تشوه مفهوم الجنس عند الزوجين؟ مصادر التشوه عند الراجل أساسها حاجتين. الحاجة الأولانية من خبرته قبل الزواج، اللي اتفرج عليه قبل الزواج، اللي مارسه قبل الزواج، اللي عاش فيه قبل الزواج. وبكل أسف دلوقتي البورنوغرافي متوفر جدا جدا جدا. كان زمان مجلة زي البلاي بوي ديت الناس بتتخطفها وفي السر وتصورها، النهاردة على النت بتدوس كده بيطلع لك اللي انت عايزه. الأفلام بقى فيديو، ما بقتش مجرد صور، موجودة ومتاحة للآخر وبتتعاطاها الناس تحت اللسان وتحت الباط وكل طرق المختلفة للتعاطي دوت. وهذه الصور عن الممارسة الجنسية الإباحية المبنية على الشهوة والإثارة شوهت صورة الجنس. بقى لعيب شيحة، بقى حاجات غريبة جدا 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 جدا، بقى أكروبات صينية، بقت حاجات مثيرة جدا جدا جدا. هو دي الجنس؟ هي دي الممارسة الجنسية؟ الناس اللي بيمثلوا الأفلام ديت، الناس اللي عايشين في هذا العالم، الناس المحترفين جنس دول، حياتهم الشخصية الجنسية في علاقتهم ضاعت، زفت، مش موجودة، اتدمرت. ده كله إعلام، ده فيلم، ده مش حقيقة. انت بقى اتفرج على ده وتصورت ان هو ده وبعدين اتجوزت واحدة بقى بنت ناس محترمة، عايز ده يحصل؟ ده مش هيحصل، ده مش هيحصل. ده مش الجنس، دي الشهوة، دي الإثارة، ده فيلم هوليوود، ده مش حقيقي. خلي بالك من الفكرة دي. الكارثة بقى انك تتجوز وبعدين مراتك بعد الجواز تظبطك بتتفرج على فيلم من الأفلام ديت، نهارك ما هوش ايه فايد. هي بالنسبة لها دي خيانة، صح؟ انت بتتفرج على حاجة بتثيرك وبتمارس كأنك الجنس مع حد تاني مش معاها. ايه الرسالة اللي انت بتوصله لها؟ ان الحاجة اللي هي بتقدمها لها بضاعة قديمة، اللي الحاجة اللي هي بتقدمها لك حاجة مرفوضة، الحاجة الحقيقية بقت مرفوضة والحاجة المزيفة بقت هي المطلوبة والمرغوبة. خلي بالك من الفكرة دي. المشكلة التانية عند الرجل في الممارسة الجنسية الفهم الخاطئ عن المرأة في الجنس. هنيجي نتكلم أكتر في الحكاية ديت، إن عالم المرأة غير عالم الرجل نفسيا، لكن أكتر بقى الخلاف الكبير هو الاختلاف الكبير هو في العالم الجنسي، لأن الفسيولوجي مختلف زي ما قلنا خالص. الأعضاء الجنسية والهرمونات وتوزيعها عبر الشهر وطريقة التفريغ النفسي مختلف خالص العالم ده عن العالم ده. كل واحد بيبص للتاني وفاكره زيه بس شكل تاني. لا، هو مش بس شكل تاني، هو شكل تاني وأحاسيس تانية ومشاعر تانية وموقف مختلف تماما. هنيجي حالا نتكلم عن ال- 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 الرغبة الجنسية وممارسة الجنس بتحصل زي عند الراجل وعند الست، وهنلاقي الرسمتين الدياجرامز المشهورة اللي بنلاقيها في كل كتب مختلفتين مع بعض خالص. إذا أنا مش فاهم الحاجة التانية دي بتشتغل إزاي، بتعمل إزاي، إذا أنا مش عارف الكائن التاني ده بيتعامل إزاي مع الحاجة دي وتعاملت معاه بطريقتي، أنا مش بس هحبطه، أنا هستخدمه. وأوحش حاجة إن في أقدس شيء يتحول ده إلى استخدام، أبيوز، مش حب وعطاء وشبع وتتحقق الوحدة اللي كنا بنتكلم عنها في المحاضرة السابقة. أنا واضح في الحتة ديت؟ فدقيقة وحنيجي تاني للمشكلة ديت. التشوه عند المرأة بقى الحقيقة أسبابه كتيرة أكتر شوية من الرجالة. هنتكلم عن بعضها. أولا التحرش الجنسي. طبعا ولاد كتير في الشرق عندهم نفس المشكلة، حصل لهم تحرش جنسي، لكن التحرش الجنسي اللي عند الولد مش بيسوه العلاقة الجنسية مع المرأة، لا، ممكن يدفعه ناحية الشذوذ الجنسي. لكن المرأة التحرش ده بالذات لما يكون التحرش حصل من رجال،
وبالذات لو التحرش ده من الأب أو الخال أو العم أو الجد، من حد قريب جدا مني وكان مفروض يبقى مصدر الأمان والحب وتحرش بيا جنسيا، إحساسي بالعلاقة الجنسية وقداستها وهيبتها بيدمر تماما، وبأصاب بحاجتين كبار قوي: إحساس بالقذارة، دي حاجة قذرة، والإحساس بالذنب. كتير قوي من اللي اعتدوا عليهم جنسيا رغم ان هم فيكتم، ان هم معتدى عليهم، لكن اللي حصل جواهم احساس بالايه؟ بالذنب، ان هو وحش. يقولك عملوا معايا كده ليه؟ انا وحش. مش معقول بابا وحش، مش معقول جد وحش، مش معقول خالي وحش، مش معقول عم وحش، مش معقول جوز خالتي وحش، اكيد انا اللي ايه؟ انا اللي وحش. وبعدين الرعب اللي وقع على الشخص ده، وده اوعى تقول، اوعى تقول. هذا الخوف ولد جواه احساس اكتر باني مجرم ومستخبي من الايه؟ من العداله. فبقى الحاجه دي اللي اسمها العلاقه الجنسيه بقت حاجه مرفوضه ومكروهه وبعيده عن السعاده والامان والحب، بقت حاجه تانية خالص. عندنا قصص بقى، قصص من الغرب ومن الشرق، وعمالين نكتشف ان نسب الاطفال اللي اعتدي عليها جنسيا في الشرق الاوسط بالذات 70%، في الغرب 50% من البنات اعتدي عليها، في الشرق 70% من الأطفال ذكور وإناث، والذكور أكثر من الإناث. فالتشويه اللي حصل جوايا مريع بقى، ده مش مجرد فيلم، ده حصل معايا، ده حصل معايا. مشكلة تانية: الممارسة الجنسية قبل الزواج للمرأة. الراجل في الشرق بيحس لو عمل كده وتاب وربنا سامحه اتس اوكي، بكل اسف. المراه ما بتحسش ان اتس اوكي، بتفضل شعره بالعار وبالخزي، وانه شرف المراه في الشرق زي ورقه السيجاره، لو اتحرق خلاص الورقه دي تترمي وما تنفعش بحاجه بعد كده. فاحنا كوننا عند المراه بالذات الشرقيه ان اي ممارسه جنسيه قبل الزواج جعلها مستهلكه، والاحساس بقى بالذنب مريع وبيرافقها، وبتبقى دايما صورة العلاقة ديت مرتبطة بالإحشور بالإيه؟ بالذنب والخجل، مش بالقداسة اللي بنتكلم عنها ولا بالاستمتاع. سبب ثالث للتشوه عند المرأة: الختان، ودي حاجة احنا متخصصين فيها بالذات في مصر. عندنا حاجة كده اسمها ختان الإناث، كلنا فاهمين من الكتاب المقدس ان في حاجة اسمها ختان الذكور، ودي كانت العلامة اللي ربنا أعطاها لإبراهيم للشعب، الذكور الذكور. احنا أضفنا لها بقى عندنا ايه؟ والإناث أيضا. ولماذا؟ هتختن يا ابني ايه؟ هتعمل ايه يا حبيبي؟ هتعمل ايه يا نصيب؟ ده عيل صغير عنده 8 سنين بتشيل منه حاجة عشان يبقى أفضل صحيا وجنسيا، لكن المرأة لما تختتنها أنت بتاخد منها حقها الشرعي في الاستمتاع بالجنس، وبتعمله في سن هي واعية فيه، فأنت بتعتدي عليها جنسيا وبتحولها في نظرك إلى مجرد شيء مش عايزه يغلط، حتى لو في مقابل كده بتحرمه مدى الحياة من الاستمتاع بالممارسة ديت.